السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي كيف نعمل plotting لـ straight line. أكيد بالسؤال وقلنا plot a straight line أو trace a straight line أو draw a straight line، يعني فينا نقول plotting أو tracing، فينا نقول أو drawing أو constructing، كله بنفس المعنى، إنه أنا بدي أرسم straight line of given equation على الـ orthonormal system. طيب قبل ما نحكي كيف بدنا نرسم هذا الـ straight line، خلينا نشوف شو هن الـ equation للـ straight line اللي ممكن نشوفها. أكيد نحن بنعرف إن أول equation للـ straight line ممكن نشوفها هي بس يكون عندي for example straight line اسمه d، عنده equation for example x equal k. هذا الخط اللي بعرف عنه واللي لازم احفظ شغلي عنه انه هذا الخط بيكون parallel to y prime o y. اكيد الكي هون هي رقم، يعني مثلا اذا عندي خط الايكويشن لإله for example d equation لإله x equal 3، هذا الخط اللي بعرفه عنه انه هو خط parallel على ال y prime o y. لأرسم هذا الخط شو بعمل؟ إذا كان معنا الـ orthonormal system بهذا الشكل، أكيد هذا الخط أنا بعرف عنه إنه هو parallel to y prime o y. ليه؟ لأنه الـ equation لإله هي x equal number. أي خط الـ equation لإله هي x equal number معناتها هو parallel على y prime o y. إذا أنا معي هذا الـ orthonormal system واللي هون هي الـ x prime O x and y prime O y بهذا الشكل، الشيء اللي بدي أعمله إنه بدي أعمل plot لهذا الـ straight line على الـ orthonormal system. بما إنه هو parallel على الـ y prime O y، يعني أنا بدي أستخدم الـ ruler، ولكن هو parallel على الـ point 3، يعني هيدي الـ point 3. من هيدي البوينت 3 بدي ارسم خط بارلل على الواي برايم او واي، يعني بهذا الشكل رح جيب المسطره، حيلا مسطره مرقمه، بدي احط هيدي المسطره على هيدي البوينت بهذا الشكل. فاذا هيك بكون حطيت المسطره على هيدي البوينت، ثبتت المسطره، وهلا using the pan لحرص. هذا هو الـ straight line اللي عنده equation x equal 3. فإذا هذا الـ straight line دي اللي عنده equation x equal 3. فإذا أنا مش بحاجة لولا نقطة، لأنه هذا الخط هو parallel على الـ y prime أو y، بس بتطلع على الـ point 3 وبرسم هذا الخط مباشرة. فإذا هيدي كانت أول كيس إذا بدنا. هلأ خلينا نحكي عن تاني كيس، عن الحالة التانية. إذا كان معنا straight line هنعتمد التسمية اللي هي دي كمان، عنده equation y equal b، يعني for example straight line دي عنده equation y equal minus 2. هذا الخط أنا بعرف عنه ولازم أحفظ، بما انه الـ equation هي y equal number، يعني هذا الخط هو parallel على x prime او x. فإذا this straight line is parallel to x prime او x. فإذا بدي ارسم هذا على الـ orthonormal system، هذا الـ orthonormal system ونحن أكيد معنا هون x prime او x بهذا الشكل، x prime او x and y prime او y بهذا الشكل. بدنا ننتبه انه الاسهم يفضل انها تكون عمالة البوزيتيف بس. هذا الخط بعرف عنه انه parallel على ال x prime او x، ولكن ال y is equal to minus 2، فبروح على ال minus 2 اللي هي هون، وبجيب الرولر او حيلا مسطرة مرقمة، أو كمان ما في داعي تكون مسطرة مرقمة، بكفي يكون خط جالس. هيدي المسطرة
أكيد بدي أحط هيدي الرولر على الـ x equal minus 2 بهذا الشكل، أو على الـ y equal minus 2. أكيد بدي أنتبه إنها تكون دقيقة، هيك بتكون جلسة 100%. هلا بس بنرسم، يعني using the ruler رح سطر بالمسطرة. هيك بكون رسامة ال straight line. هذا ال straight line دي اللي عنده equation y equal minus 2 واللي هو parallel على ال x prime o x بهذا الشكل. خلينا نشوف تالت شيء ممكن نسأل عنه، يعني إذا كان عندي straight line، تالت حالة إذا كان عندي straight line دي عنده equation for example y equal 2x، هذا الخط ما في عنده y intercept. نحن بنعرف إن الإيكويشن للستريت لاين هي y equal ax plus b، يعني هون شكل هذا الخط إذا بدنا نكتب هي y equal ax بس y equal ax، يعني for example y equal 2x. هذا الخط في شغلة بعرفها عنه ولازم احفظها، انه هذا الستريت لاين دائما يعني اللي بيكون عنده y intercept is equal to 0، دائما هذا الستريت لاين بيكون passing through the origin. كل ستريت لاين عنده equation y equal ax بس من دون رقم هو بيكون passing through the origin. يعني for example إذا بدي أرسم هذا الستريت لاين اللي عنده equation y equal to x، أول نقطة بعرف إنه هذا الخط بيمرق فيها هي الأوريجين، يعني إذا كان معنا هذا الأرثونورمال سيستم أنا بعرف مسبقا إنه هيدا الستريت لاين بده يمرق بهيدي البوينت الأوريجين اللي هي هون، فإذا معي هيدي البوينت. ولكن أنا بالفعل لأرسم ستريت لاين بدي نقطتين، ما فيني من نقطة واحدة ارسم ستريت لاين، فإذا أنا بحاجة لنقطة تانية. شو بعمل بهيدي الحالة؟ باخد أنا هيدي البوينت من عندي. كيف يعني؟ البوينت هي فيها X وفيها Y، بقوم باخد ال X من عندي وبحسب ال Y على هذا الأساس. أكيد بدي أخد value سهلة لل X، عشان هيك رح أخد 4X equal 1. طيب إذا أخذنا الـ x equal 1 قديش بتطلع الـ y؟ برجع هيدي الـ value للـ x بعوضها هون بهاي الـ equation، يعني نحن معنا y equal 2 times x. فالشي اللي بعمله ما أني الـ x أخذتها 1 فبحط محل الـ x 1، وأكيد الإشارة بيناتهم هي times، يعني y equal 2. يعني الـ point اللي أنا أخذتها رح سميها p عندها coordinates الـ x equal 1 and y equal 2. فالشي اللي بدي اعمله بعمل بلوت لهيدي البوينت اللي هي 1 2، فاذا هاي 1 وبطلع 2، يعني هيدي البوينت بي اللي انا عم بحكي عنها. هلا لارسم الستريت لاين دي بدي وصل هيدي البوينت مع هيدي البوينت، يعني بنجيب الرولر هاي المسطره بدي وصل هودي النقطتين مع بعض. يعني بهذا الشكل هيك خليت النقطتين دقين ببعض وبوصل بالآن بهذا الشكل. هيك بتكون رسامة الستريت لاين دي. فإذا هذا هو الستريت لاين دي اللي عنده equation y equal to x بهذا الشكل. خلينا ننتقل للشكل الرابع من الستريت لاين. هو إذا كان عندي ستريت لاين فور إكزامبل دي عنده إيكويشن y equal ax plus b، يعني فور إكزامبل هناخد دي عنده إيكويشن y equal 2x minus b،
اكيد هذا الخط انا ما بعرف عنه شيء، يعني هذا الخط ما انه مارق بالاوريجين، لا، لانه بكل بساطه الواي انترسبت اللي هي البي هيدي ما انه زيرو، الواي انترسبت هون هي ماينس 1، يعني هذا ستريت لاين عنده السلوب اللي هي الاي اللي هي مضروبه بالاكس ايكوال 2، وعنده الواي انترسبت اللي هي البي بتساوي ماينس 1. هذا الخط فعليا انا ما بعرف عنه شيء، فلارسم هذا الخط انا بحاجه لنقطتين، عشان هيك بدي اخذ 2 values for x لحتى الاقي 2 values for y. اكيد بدي اخذ value سهله للx. For example باخذ for x equal 0. For x equal 0. وبجيب ال y على هذا الاساس. y equal هيدي ال y. 2 times 0 يعني الشيء اللي عملته محل هيدي الx حطيت 0. minus 1. يعني 0 minus 1 يعني minus 1. فإذا أول point أخذتها رح سميها P1، الx 0 والy minus 1 بهذا الشكل. ولكن بدي نقطة تانية. ليش هون بدي نقطة تانية؟ الـ straight line اللي قبل اللي حكيت عنه هو passing through the origin، إنما هذا مش passing through the origin، ما بعرف عنه شيء، فإذا بدي نقطة تانية. فهأخذ for x equal 1. أكيد أنا ماني ملزم أخذ x equal 1، ولكن عم نقي الشيء السهل علي. دايما أسهل شيء إنه ناخذ 0 و 1. إذا أخذت x equal 1 y equal 2، هلا محل هيدي x بدي أحط 1 minus 1 equal 2 minus 1 equal 1، يعني النقطة الثانية اللي هي P2 عندها 1 بهذا الشكل. هلا لنرسم هذا الستريت لاين على الأرسنال نورمال سيستم. هذا الارسنال نورمال سيستم اللي معنيه. بدنا نعمل بلوت لهود النقطتين، يعني اول بوينت عندي اياها هي 0 ماينس 1 وهي رح تكون هون بهذا الشكل. هيدي 0 ماينس 1. والثاني بوينت هي 1 1، اذا رح تكون بهذا الشكل. فاذا هود التو بوينتس اللي عندي. ولحتى ارسم هذا الستريت لاين بكفي انه اوصل هود التو بوينتس مع بعض بالمسطره. فاذا هيدي المسطره ثبتها على هودي النقطتين، وهلأ بس بكفي اني وصل هودي النقطتين مع بعض بهذا الشكل. فاذا هذا هو الستريت لاين دي اللي عنده equation y equal 2x minus 1، ومثل ما منتبهين ما انه مارق بالأوريجين، لانه ال y intercept لهذا الخط منه 0. هلأ اذا بدنا نعمل كريفيو او كسم اب للشي اللي حكيناه، قلنا بس يكون عندي straight line هناخده D1 of equation for example x equal minus 2. فإذا بعرف إنه هذا الخط parallel على ال y prime أو y. فإذا إذا أنا بدي أرسم هذا الخط على ال orthonormal system، بكفي ان ارسمه بارلل على الواي ومارق بالبوينت ماينس 2. هيدي البوينت ماينس 2، اكيد بدي اجيب الرولر، هيدي المسطره، وبساط هذا الستريت لاين دي 1 اللي عنده equation x equal minus 2. إذا كان عندي straight line تاني d2 equation لإله y equal 1 for example، نحن بنعرف عنه أنه parallel على ال x prime أو x، فلأرسمه هذا بما أنه هو parallel على x prime أو x، بروح على ال point 1 اللي هي هون وبرسم من هيدي ال point خط parallel using ruler. أكيد هيدي المسطرة، بدي احرك هذه المسطرة ليبين انه parallel. وهلا بسطر هذا الخط بالقلم. فاذا هذا الستريت لاين دي 2
اللي هو parallel على الاكس اكسس اللي عنده equation y equal 1 بهذا الشكل. اذا كان عندي straight line d3 of equation y equal for example 3x مثل ما قلنا هذا passing through the origin يعني بيمرق بالpoint O الأوريجين اللي هي الـ O اللي عندها coordinates 0, 0 ولكن أنا بحاجة لنقطة تانية لأنه الـ straight line بدي نقطتين لأرسمه أول نقطة هي الأوريجين النقطة التانية بأخذها من عندي فإذا رح آخذ for x equal 1 أكيد ما فيني آخذ for x equal 0 لأنه الأوريجين عندها x equal 0 بدي آخذ شيء غير الـ x equal 0 فهأخذ 1 اللي هي سهلة هتطلع y equal هيدي الواي اللي عنا اياها 3 times 1 يعني 3 فاذا البوينت هي 1 3 فاذا لارسم الستريت لاين دي 3 بدي اعمل بلوت لهي البوينت ولهي البوينت 0 0 موجوده اللي هي الاوريجين والثاني بوينت هي 1 3 اللي هي بهذا الشكل هاي 1 وهاي 3 فاذا هلا بوصل هودي التو بوينتس مع بعض بالمصدر بهذا الشكل هيك بنكون رسمنا الستريت لاين دي 3 اللي عنده equation y equal 3x مثل ما مبين علي انه اكيد passing through the origin هلا اذا كان عندنا ستريت لاين دي 4 عنده equation y equal x plus 1 اكيد هذا straight line ما بعرف عنه شيء يعني انا بدي اخذ نقطتين فحاخذ مره for x equal 0 ومره for x equal 1 اذا اخذنا x equal 0 هتطلع y equal بدي اعوض هون محل x 0 0 plus 1 يعني 1 فاذا اول point p1 رح سميها عندها 0 1 وإذا هون أخذنا الـ x equal 1 هتطلع y equal 1 plus 1 اللي هي y equal 2 فإذا تاني نقطة هي 1 2 هلا لو أرسم هذا الـ straight line بدي أعمل plot لهي الـ point ولهي الـ point أول point هي 0 1 يعني بهذا الشكل هاي الـ point تاني point هي 1 2 فإذا هيدي 1 وبطلع 2 يعني هيدي تاني point هلا بوصل هودي 2 points مع بعض اوكي بدي يكون شوي دقيق بالمسطرة how did two points هلا بوصلهم how did two points مع بعض بهذا الشكل هذا straight line مارق فيهم اثنيناتهم هيك بكون رسمت هذا ال straight line اللي حسميه من تحت يعني هذا ال d4 اللي عنده equation y equal x plus 1 بهذا الشكل